أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. بعيدا عن الضوضاء والضجة التي تفتعل في كل سنة على بعض الشعائر الحسينية المقدسة من قبل الحكومة الفلانية، وبعيدا عن أن الحرب لا يقابلها منطق، تقابلها حرب، وأن هذا الذي يثار ليس مجاله المنطق لأنها حرب. ولكن حديثنا اليوم بحث علمي محض، إشكالات تطرح من قبل تلك الحكومة عادة وتروج بين الناس. بعض الناس يتأثرون بتلك الإشكالات، بعض الناس يحصل عندهم تساؤل، في هذا اليوم نتوقف بإذن الله تعالى عند إشكالين. الإشكال الأول الإشكال القديم الجديد، سابقا أيضا كان يطرح هذا الإشكال، أنه العديد من هذه الشعائر الحسينية المقدسة جاءتنا كما يقولون من الكفار. التطبير مثلا، المشي على الجمر مثلا،
وغيرهما، فهي بدعة في الدين. شيء لم يكن في الدين نجعله من الدين، هذه بدعة، والبدعة محرمة. هذا الإشكال هو الذي يروج كثيرا على لسان بعض شخصياتهم، هو هذا الإشكال وحده لو لم يكن أي شيء آخر دليل واضح على الفقر العلمي، على الضعف العلمي، إلى هكذا مستوى هابط علميا. هذا الإشكال المفترض بالشخص الذي درس شيئا ما في الحوزات العلمية أن لا يقول مثل هذا الإشكال. أولا، جواب نقضي: كثير من الأشياء التي تعتبر من الدين جاءتنا من الكفار. فيما يرتبط بهم، فيما يرتبط بنا، فيما يرتبط بالناس عامة، القنوات الفضائية، هؤلاء المؤمنون الذين يتعبون في سبيل قناة فضائية تبث ثقافة مأخوذة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عملهم محبوب أم لا؟ لا شك في ذلك أن عملهم محبوب، ويأجرون بإذن الله على ذلك أجرا إن شاء الله عظيما. القنوات الفضائية جاءتنا من الكفار. إضاءة المساجد بهذه المصابيح الكهربائية عمل محبوب أم لا؟ أحد من المسلمين يشك في أن هذا العمل محبوب؟ لا، قطعا محبوب، يقينا محبوب. هذه جاءتنا من الكفار. الندوات، المؤتمرات جاءتنا من الكفار. عندنا في تاريخ الإسلام في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام أنه كانت تعقد ندوة مثلا بهذه الصورة التي تعقد اليوم، مؤتمر بهذه الصورة التي في هذا الزمن تعقد المؤتمرات، هذه كلها من الكفار. مستحبة أم لا؟ نعم مستحبة. منطق جدا كمستوى علمي، لا علي بهم، كمستوى علمي منطق جدا هابط. فيما يرتبط بهم، النشيد الوطني جاءنا من الكفار. النشيد الوطني شيء كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله مثلا، في زمن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بهذه الصورة التي نراها اليوم؟ قطعا لا، هذا شيء استحدثه الكفار. حرام النشيد الوطني. النشيد الوطني الذي عرض على كبيرهم وأقره كبيرهم وهم يعبرون، راجعوا اسمعوا قنواتهم الفضائية يكررون هذه الكلمة، يعبرون عنه بالنشيد المقدس، كلمة المقدس يستخدمونها لهذا النشيد. من أين مقدس؟ هذا النشيد كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله. هناك حديث شريف، آية قرآنية تقول أن تصنعوا مثل هذا النشيد؟ شيء جديد طبعا،
واللطيف أنه نشيد على أي حال لا علينا به. تسمون النشيد بأنه نشيد مقدس مع أنه شيء مرتبط بحكومة لا أكثر. أما الأعمال الحسينية تقولون جاءت من الكفار، النشيد قطعا جاء من الكفار بالقطع واليقين، هذه طريقة طريقة من الكفار أخذت، حرام بدعة هذا، لا نسمع من أحد من واحد منهم يقول هذا النشيد حرام بدعة أخذ من الكفار. أما القضايا الحسينية المقدسة تصبح أشياء جاءتنا من الكفار. علم بلدكم كان في الإسلام علم معين لبلد، النبي صلى الله عليه وآله هناك آية قرآنية حديث شريف يقول اجعلوا علما معينا لبلدكم، هذا شيء موجود في الإسلام؟ لا، جاءنا من الكفار. وتحترمون العلم وتقدسون العلم، العلم الكذائي يرفرف، جاءنا من الكفار، هذا ليس بدعة، التطبير بدعة. مع أن التطبير له جذور واقعية، حتى لو ثبت كما تقولون أنه أخذ من الكفار، حتى لو ثبت له جذور واقعية في الإسلام. العلم ما هو جذوره، ما هي جذوره الواقعية؟ هكذا علم، ناهيك عن الإشكالات التي يستشكلها البعض على طريقة علمهم، لا علينا، هذا شيء أخذ من الكفار. صورة كبيركم التي تنتشر في كل أرجاء البلد الكبير، في الشوارع، في المدارس، حتى في الأماكن المقدسة، وردت آية قرآنية حديث شريف أنه اجعلوا صورة كبيركم مثلا في أماكن، هذه الطريقة طريقة جاءتنا من الكفار. وهلم جرى مئات آلاف من النماذج، إذا الإنسان يريد أن يتكلم فقط في هذه النقطة يتمكن أن يذكر آلاف من النماذج التي تعتبرونها أشياء مستحبة محبوبة، بل لعل البعض منكم يعتبر بعض هذه الأمور واجبة، وقطعا ويقينا أخذت من الكفار. كيف تعتبرونها مستحبة وواجبة؟ هذا أولا. ثانيا جواب حلي، نحن في الدين تهمنا العناوين، تهمنا القواعد العامة، القاعدة العامة، العنوان العام، هذا هو الذي يكون مستحبا، يكون واجبا، يكون محرما، يكون مكروها. كثير من الأمور في الدين، بل أكثر الأمور في الدين، عناوين مستحبة، واجبة، محرمة، مكروهة. هذا العنوان في أي زمن انطبق على أي مصداق، أخذ من الكافر أو لم يؤخذ من الكافر لا فرق، المهم هذا العنوان ينطبق على هذا المصداق. إذا انطبق العنوان على هذا المصداق، هذا المصداق يكون له حكم هذا العنوان. كمثال إكرام الجار، هذا شيء محبوب، وردت هناك أحاديث شريفة في إكرام الجار. إكرام الجار هذا عنوان في زمن، إكرام الجار مستحب، المستحب حكم، هذا عنوان يسمونه موضوعا والمستحب حكم، إكرام الجار مستحب. إكرام الجار هذا العنوان في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان مثلا كيف؟ بمثلا تقديم مثلا طعام جيد ممتاز يحبه الجار، هذا إكرام له مثلا، وأمثال هذا النموذج، هذا يكون مستحبا. في زماننا إكرام الجار بأنه مثلا هو يحتاج إلى شيء قانوني، مثلا يحتاج إلى فيزة بلد، أنا أسعى
لتحصيل الفيزا لهذا الجار. هذا إكرام له، مع أنه تحصيل الفيزا هذا شيء من الكفار أصلاً، الفيزا أساساً شيء من الكفار، فيزا ما كانت في بلادنا، جاءتنا من الكفار. أنا أساعد جاري ليحصل على فيزة بلد يحتاج أن يذهب إلى ذلك البلد مثلاً لعلاج لغير علاج مثلاً، هذا إكرام له. هذا الفعل مستحب أم لا؟ نعم مستحب. هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله تحصيل فيزا؟ ما عندنا هكذا عنوان في عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا، العنوان المستحب انطبق على هذا المصداق في زماننا، يصبح هذا المصداق مستحبا حتى لو كان المصداق جاءنا من كفار. ليس مهما جاءنا من أين، العنوان ينطبق عليه أم لا؟ إذا انطبق عليه يأخذ حكمه، هذا المصداق يأخذ حكم العنوان. الشعائر الحسينية المقدسة هل تنطبق عليها عناوين محبوبة أم لا؟ هكذا تكلم إذا كان لديك شيء من العلم الديني، يلزم أن تتكلم هكذا كلام. ينطبق عليه عنوان محبوب لو لا؟ إذا انطبق عليه عنوان محبوب حتى لو أثبتته، ودون إثباته خرط القتاد، أقول حتى لو أثبت أنه أخذ من الكفار، ما دام ينطبق عليه عنوان محبوب يصبح محبوبا، ينطبق أم لا؟ تنطبق عليها على جميع الشعائر الحسينية، تنطبق عناوين محبوبة. إن وفقت في الأسبوع القادم سأذكر إن شاء الله تعالى، إن وفقت سأذكر بعض العناوين المحبوبة التي تنطبق على جميع الشعائر الحسينية المقدسة. هذا كلام علمي، أنه تنطبق عناوين محبوبة أم لا. أما أنه هذا أخذ من الكفار فليكن. ما أكثر الأشياء التي أنتم شخصياتكم يفتون باستحبابها بوجوبها وهي أخذت من الكفار، ما أكثرها؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه لا خلص لا بأس، الشعائر الحسينية شيء محبوب مستحبة، لماذا هذا الإصرار على الشعائر الحسينية؟ شيء مستحب، إصراركم هو إشكالهم علينا، إصراركم على هذه الشعائر الحسينية المستحبة لا داعي له، شيء مستحب لا أكثر. لماذا هذا الإصرار على الشعائر الحسينية؟ تخصصون خطب، ساعات، توضيح، كتب، نشرات، قنوات فضائية تتكلم الشعائر الحسينية الشعائر الحسينية الشعائر الحسينية، شيء مستحب خلاص، من المستحبات في الدين؟ لماذا هذا الإصرار؟ هذا الإصرار قليل قليل في عظمة الشعائر الحسينية. إصرار عندنا نحن في الشعائر الحسينية، تقصيرنا كبير، كلامنا عن الشعائر الحسينية أقل بكثير مما ينبغي. أولا، ثانيا، ثالثا، توضيح هذه الثلاثة فيما بعد إن شاء الله، رابعا، خامسا، وثلاثة أجوبة أخرى لا أتعرض لها، ثمانية أجوبة بمقدار علمي القليل على هذا الإشكال. أذكر لكم إن وفقت خمسة أجوبة. الجواب الأول، من قال لك أن الشعائر الحسينية من المستحبات؟ كل شعيرة باستثناء بعض الشعائر، كل شعيرة بالنسبة إلى كل فرد فرد نعم مستحبة، ولكن الشعائر الحسينية من الواجبات الكفائية، الشعائر الحسينية إجمالا من الواجبات الكفائية ليست من المستحبات. شعيرة التطبير
لك أنت من المستحبات تتمكن أن تترك شعيرة التطبير، تتمكن أن تترك شعيرة المشي حافيا يوم عاشوراء، تتمكن أن تترك شعيرة إلقاء الرداء في يوم عاشوراء، تتمكن أن تتركها. هذه الشعيرة لك أنت من المستحبات، ولكن إجمالا الشعائر الحسينية ليست من المستحبات، من الواجبات الكفائية. هذا أولا. ثانيا، بل الشعائر الحسينية إجمالا أيضا ليست فقط من الواجبات الكفائية، بعد منها من الواجبات العينية، يعني يجب على كل مؤمن أن يدخل في مجال الشعائر الحسينية المقدسة. هذا ثانيا، واجب عيني إجمالا طبعا. ثالثا، مقدمة الوجود للواجب المطلق من الواجبات، مقدمة وجود واجب، هذا الواجب المطلق غير المشروط، هذا الواجب لا يتحقق إلا بهذه المقدمة. هذه المقدمة تسمى بمقدمة الوجود. عندنا مقدمة الوجوب، عندنا مقدمة الوجود. مقدمة الوجود لواجب مطلق، المقدمة تكون واجبة، والشعائر الحسينية هي مقدمة الوجود للعديد من الواجبات المطلقة، وليس للواجبات المطلقة في درجة عادية، لا، مقدمة الوجود للعديد من الواجبات المطلقة المهمة جدا تصبح واجبة. مقدمة الوجود، مقدمة الوجود واجبة. هذه ثلاثة أمور، هذه الثلاثة تحتاج إلى توضيح إن وفقت، إن كنت من الأحياء ووفقت في الجمعة القادمة أوضح هذه الثلاثة أيضا. من الواجبات الكفائية إجمالاً، إجمالاً في بعدها الآخر من الواجبات العينية، هي مقدمة الوجود لواجبات مطلقة تصبح واجبة وجوب مقدمي، يسمى الوجوب العقلي، وجوب المقدمة وجوب عقلي. هذه الثلاثة إن شاء الله تعالى إن وفقت أوضحها في الأسبوع القادم. رابعا، نتوقف عند حديث شريف، الحديث طويل. في زيارة من زيارات الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لجده سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهما، يخاطب، هذه العبارة سمعتموها من الخطباء الكرام، عبارة جدا قوية، يقول مخاطبا جده صلوات الله وسلامه عليهما: وضمن، يعني الله عز وجل ضمن، جعل ضمانا، يعني أنت ضامن. من الذي جعلك ضامنا؟ أنت ما جعلت نفسك ضامنا، الله عز وجل جعلك ضامنا أنت. وضمن، الإمام يخاطب جده صلوات الله عليهما وآله، وضمن الله، يعني وضمن الأرض ومن عليها، دمك وثارك يا أبا عبد الله. هذا نص مقطع من الزيارة، وضمن الأرض ومن عليها، دمك وثارك يا أبا عبد الله. لماذا الإصرار على الشعائر الحسينية؟ أريد أن أخرج من هذا الضمان، ضمان جعله الله سبحانه وتعالى في ذمتي أنا وفي ذمة كل من يعيش على الأرض،
ومن عليها، من على الأرض، يعني كل البشر وكل الجن، هؤلاء الذين ينطبق عليهم من على الأرض. عادة من تستعمل لذوي العقول، البشر والجن. جعل الله عز وجل دم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ثانيا ثأر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، جعلهما ضمانا على كل من على الأرض. أنا لماذا أصر على الشعار الحسينية؟ لأنه أريد أن أخرج من هذا الضمان. أنا ضامن، الله عز وجل جعلني ضامنا، يلزم علي أن أصر، يلزم علي أن أهتم. ضمان جعل استثناء، هذا شيء غريب. هذا يعني من دون أن يتحمل الإنسان ضمان شيء، الله عز وجل اختصاصا لدم سيد الشهداء لحكمة هو يعرفها سبحانه وتعالى، جعل ضمانا على كل من يعيش على الأرض دم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وثاره. هذا رابعا. خامسا، لماذا الإصرار على الشعار الحسينية؟ الجواب بكل وضوح، لأن الشعائر الحسينية المقدسة تعرضت لحرب شعواء. لو كان الوضع وضعا طبيعيا وشخص لا يصر، مؤمن لا يصر على الشعائر الحسينية، من حقه، وضع طبيعي عادي، أنتم تقولون إنها من المستحبات، لا داعي لهذا الإصرار، لا بس قد يقبل هذا الكلام. ولكن عندما تمارس حرب شعواء بكل السبل ضد العديد من الشعائر الحسينية المقدسة، ألا يجب، لا أتكلم عن وجوب شرعي وإن كان لذلك أيضا وجه، كلامي ليس عن ذلك، ألا يجب على المؤمن أن يتصدى لهذه الشعائر المبارك، أن يقف أمام هذه الحرب الشعواء؟ حرب حرب، وترتكب في هذه الحرب أبشع الجرائم، أسوأ القبائح. المؤمن يتهم، المؤمن يضرب، المؤمن يسجن، المؤمن يعذب، يدخلون على بيوت المؤمنين وهم عند نسائهم، نساء كاشفات الرأس في دورهن، يدخل عليهم شخص، لماذا؟ لأن هذا الرجل اشترك في شعيرة التطبير مثلا. هكذا جرائم ترتكب، حرب حرب، يعني علماء يتهمون، فقهاء يسفهون، فقهاء مقدسون في قمة درجات الفقاهة يرمون بالخرافة، خرافيون يصبحون. هذه خرافات. مؤمن يتبع مرجعا مقدسا، يرتبع مراجع مقدسين أفتوا باستحباب هذه الشعائر. المؤمن واجبه اتباع هؤلاء الفقهاء، واجبه أصلا، هو يؤدي واجبه. هذا الفعل يرمى بالخرافة. أصلا المؤمن عنده طريق آخر غير اتباع الفقهاء المقدسين الجامعين للشرائع. وقد أفتى فقهاء وفقهاء وفقهاء جامعون للشرائع باستحباب هذه الأعمال. خذ إليك من الشيخ الأنصاري وقبل الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا، أفتوا باستحبابها. الشيخ الأنصاري فقيه جامع للشرائع. المجدد الشيرازي فقيه جامع للشرائط. الميرزا محمد تقي فقيه جامع للشرائط. سيد محمد كاظم اليزدي فقيه جامع للشرائط. الميرزا النائني فقيه جامع للشرائط. المحقق العراقي فقيه جامع للشرائط. أمثال هؤلاء الفقهاء أفتوا إلى يومنا هذا، إلى فقهائنا في هذا الزمن، كم من الفقهاء أفتوا باستحباب هذه الشعائر المقدسة بتفاصيلها بمفرداتها. هذا المؤمن يعمل حسب فتوى هؤلاء الفقهاء. أنت سفيه، أنت خرافي، تعمل أعمال خرافية، أنت مبتدع، تعمل أعمال بدعة، يعني انتهاك حرمات.
حرب، حرب شعواء على كل السبل. هذه الحرب لا تحتاج إلى مجابهة. أنا أعتقد وقلت هذه الكلمة قبل لعله سنتين أو ثلاث سنوات، أنه لولا قيام بعض المؤمنين، بعض العلماء بالدفاع عن هذه الشعائر المقدسة لنزل العذاب، وذكرت وجه ذلك، حرمات الدين تنتهك ولا أحد يقف. هذا خطير جدا، هذه حدود الدين. مؤمن له حرمة، المؤمن حرمته تنتهك ولا أحد يقف، لا أحد يتكلم. خطير هذا، الذي يتكلم، الذي يصر يؤدي واجبه. الفقيه الذي يقف للشعائر الحسينية يؤدي واجبه في هذا الزمن، لأن هناك حرب. المؤمن من حق أحد أن يضربه ضربة خفيفة على يده؟ لا، حرام، هذا خارج حدود جعلها الله سبحانه وتعالى. المؤمن يؤذى، المؤمن يتهم، هذه ليست من المحرمات. فكيف إذا سجن؟ أنت من حقك أن تسجن مؤمنا دقيقة واحدة؟ أبدا. مؤمنون يسجنون، يعذبون. هذا المؤمن الموالي حبا لسيد الشهداء جرح رأسه، يصبون الملح على جرح رأسه. هكذا حروب لا تحتاج إلى وقفة، لا تحتاج إلى إصرار على الشعائر الحسينية المقدسة، لا تحتاج إلى أن يصرف الإنسان ساعات وساعات في الوقوف أمام هذه الحرب، قطعا يحتاج. ناهيك عن الأمور الأخرى التي ترتكب. يخرج أحد شخصياتهم، قطعا بعضكم رأيتم سمعتم القضية باستمرار، يعني ليست قضية شخص واحد، ولكن في كل سنة تتجدد هذه القضايا. شخص من شخصياتهم يقول: هؤلاء المطبرون كثير منهم لا يصلي. الله أكبر. كثير منهم يشرب الخمر. الله أكبر. الآخر يقول: كثير منهم لا يعبد الله. بالنص قال هذه الكلمة، أنا سمعت. الله أكبر. أولا، هذا مستوى كلام يناسب الشخص يدعي العلم. لو فرض، لو فرض أن عملا عمله مجموعة من الناس الذين يرتكبون بعض المحرمات، بعض الموبقات، هذا عذر أن نقول ذلك العمل أيضا غلط؟ كثير ممن يشرب الخمر صام في شهر رمضان، يعني صيام شهر رمضان يصبح شيئا مبغوضا؟ هذا منطق أصلا؟ ما أكثر الناس الذين يرتكبون الموبقات وهم يؤدون بعض الأعمال المحبوبة، يعني الأعمال المحبوبة تصبح أشياء مبغوضة؟ يتصدقون في سبيل الله ويعملون الموبقات، يجلس يغتاب الناس كذا ولكنه يتصدق في سبيل الله، التصدق في سبيل الله يصبح شيئا مبغوضا؟ لأن الشخص الذي اغتاب تصدق؟ لا، التصدق في سبيل الله شيء محبوب. هذا عمل الموبقة أو لم يعمل الموبقة، هذا العمل التصدق في سبيل الله عمل محبوب. هكذا تقاس الأمور أصلا، لأنه كثير من هؤلاء يعمل فرضا، فرضا والعياذ بالله حسب ما يقول، يعمل عملا من الموبقات، فيصبح التطبير شيء مبغوث. ما هو الارتباط بين هذا العمل وذاك العمل؟ ثم ألا تخاف من الله عز وجل؟ ترمي مجموعة من المؤمنين الصالحين محبي سيد الشهداء صلوات الله عليه بهذه الأمور؟ راجعوا، راجعوا ذاكرتكم، الذين تعرفونهم من المطبرين. أنا جالس في المسجد، مكان مقدس، وفي يوم مقدس، يوم الجمعة،
وعلى هذا المنبر المقدس، المنبر الذي يذكر اسم الإمام الحسين، اسماء أهل البيت، كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وفي ساعة مقدسة بين الصلاتين، والقسم بالله عز وجل له مكان، له احترام في هذا المكان، في هذا اليوم، في هذه الساعة، قسما بالله تعالى، والله وبالله وتالله لا أتذكر من المئات من المطبرين الذين أعرفهم، أنا أعرف مئات من المطبرين معرفة شخصية، والله وبالله لا أتذكر واحدا منهم لا يصلي، لا أتذكر واحدا منهم من المئات، بالله لا أتذكر واحدا منهم يشرب الخمر، والله وبالله. وتعرفون أنا لا أقسم بالله عز وجل، القسم بالله أساسا شيء غير محبوب إلا في الأمور المهمة. يشربون الخمر، لا يصلون، لا تخافون من الله. راجعوا أنتم، راجعوا المؤمنين، راجعوا أذانكم، كم من المؤمنين تعرفونهم يشتركون في هذه الشعيرة المقدسة؟ من منهم يشرب الخمر؟ من منهم لا يصلي؟ أناس متدينون. الآخر يقول لا يعبدون الله. الله أكبر. أناس متدينون، حب سيد الشهداء يغلي في قلوبهم، يجرح رأسه، جرح الرأس ليس سهلا، شيء صعب، له تبعات، يتحملون كل التبعات. لماذا يتحمل هذه التبعات؟ حبا لسيد الشهداء. هذا الشخص يقال له هكذا كلام في يوم القيامة؟ هذا الرجل وأمثاله يأتي، كم مليون شخص يقفون بوجهه من المؤمنين، كم مليون مؤمن يقفون بوجه إلهنا هذا، اتهمنا بأننا لا نصلي، بأننا نشرب الخمر، العياذ بالله، يتحمل في يوم القيامة؟ في يوم القيامة أنت لا تتحمل شكوى مؤمن واحد. هؤلاء المؤمنون الصالحون بعضهم عدول تتمكن بكل ارتياح أن تصلي خلفه تقتدي به، بعضهم فقهاء مجتهدون جامعون للشرائط، هؤلاء لا يصلون، وأنتم تعرفون بعض هؤلاء ملتزم، لا أقول بالصلاة، ملتزم بصلاة الجماعة في كل الصلوات الفرائض اليومية، يعني حتى صلاة الصبح يحضر جماعة، يقطع مسافة حتى يحضر صلاة الجماعة. كثير منهم قطعا ويقينا، وأنتم تعرفون وأنا أعرف، لا يتركون صلاة الليل، يعني تمر سنة كاملة لعله ليلة واحدة لا يترك صلاة الليل، وإن حدث له ظرف ما تمكن أن يصلي صلاة الليل يقضي صلاة الليل، وتعرفون بعضهم وأنا أعرف بعضهم. هؤلاء لا يشربون الشيء المشتبه، فكيف والعذاب عياذ بالله بالحرام ترميهم هكذا بكل سهولة؟ هؤلاء يأتون يوم القيامة يشتكون عليك، تتحمل؟ ناهيك عن أنه إذا أراد سيد الشهداء أن يقف بوجهك العياذ بالله، هؤلاء خدام سيد الشهداء بالنتيجة، هؤلاء محبو سيد الشهداء، لا أعلم سيد الشهداء ماذا يصنع يوم القيامة. إذا أراد أن يقف بوجهك فويل لمن شفعاؤه خصماؤه. هكذا حرب شعواء تحتاج إلى وقفة أم لا؟ تحتاج إلى أسرار أم لا؟ في زمن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، في زمن المجدد الشيرازي، في زمن الميرزا محمد التقي، في زمن الأخوند الخراساني، في زمن السيد محمد كاظم اليزدي، ما كان هذا الإصرار على الشعائر الحسينية؟ نعم، لأنها ما كانت حرب،
القضية جدا طبيعية. شيخ الأنصاري كتب كلمة واحدة فقط، نعم مستحب مؤكد، خلص مشى. القضية جدا واضحة، شخص يعمل عملا حبا لسيد الشهداء، هذا يحتاج أصلا إلى فتوى عند الشيعة؟ جدا واضحة القضية. المجدد الشيرازي كتب كلمة خلاص، الأخوند الخراساني كاتب كلمة فقط، القضية جدا كانت واضحة، ما كانت هناك حرب. هذا الإصرار سببه هذا الحرب في إيران، منع التطبير، منعت بعض الشعائر الحسينية. بالطبع شيخ عبد الكريم الحائري المؤسس للحوزة العلمية اضطر أن يقف وقفة، صارت حرب، خرجت من الوضع الطبيعي، الحكومة تدخلت. توابع ذلك في العراق، أستاذ الفقهاء، أستاذ فقهاء النجف في زمنه الميرزا النائني، اضطر أن يصدر فتوى مفصلة. القضية كانت طبيعية، الحرب عندما تثار الفقيه يرى من واجبه أن يقف. حرب على ماذا؟ على شيء من بديهيات الدين، الشعائر الحسينية من بديهيات الدين، أنا لا أقول من بديهيات الدين، فقهاء كبار يعترف بفقاهتهم كل الشيعة من الماضين حتى من الحاضرين، يقولون القضية أصلا بديهية واضحة لا تحتاج فتوى أصلا. أنت تحتاج أن تستفتي فقيها أن صلاة الصبح واجبة مثلا؟ لا، القضية واضحة بديهية، نعم صلاة الصبح واجبة، إذا سألت الفقيه يقول لك صلاة الصبح واجبة، ولكن القضية بديهية واضحة. الشعائر الحسينية شخص يعمل عملا مواساة مع سيد الشهداء مع أصحاب الإمام الحسين، شيء بديهي أصلا لا يحتاج إلى استفتاء. فقهاء قالوا هذه الكلمة، لا أقولها أنا. قال القضية ما ذكره الميرزا النائني بدرجة من الوضوح لا تحتاج إلى استفتاء، هذه كلام بعض الفقهاء. صارت حرب، الإصرار على الشعائر الحسينية سببه هذه الحرب. هكذا كلمات تحتاج إلى مواجهة لو لا؟ قطعا. هذا الذي يرمي ملايين من المطبرين، كم مليون في هذه السنة اشتركوا في هذه الشعيرة؟ قطعا ملايين، إن لم يكن عشرات الملايين قطعا ملايين اشتركوا في بلاد العالم كلها. هكذا يرمى هذا العدد الكبير من المؤمنين الصالحين بهكذا تهم. طبعا هذا الذي يرمي هؤلاء من السهل أن يرمي فقهاء أيضا، يقولون هذا الفقيه الذي يدافع عن الشعائر الحسينية هذا عميل، سهل بعد الذي يرمي ملايين من المؤمنين بالتهم. هكذا تهم كبيرة، يشربون الخمر العياذ بالله، لا يصلون، لا يعبدون الله، هذا من السهل أن يرمي فقهاء، سهل كما يحدث على مر التاريخ. نعم، إصرار على الشعائر الحسينية وهو دون المستوى المطلوب، تقصير في الإصرار على الشعائر الحسينية، عندنا تقصير كبير، وقفاتنا قليلة، لم تصل إلى الدرجة المطلوبة. أين الإصرار؟ هذه الشعائر الحسينية إن شاء الله تعالى إن وفقت في الأسبوع القادم، إن وفقت أقف عند جانب آخر من هذه الشعائر الحسينية، العناوين المحبوبة ولا أقول المستحبة، لأن بعضها واجبة ليست مستحبة، نعبر عنها بالعناوين المحبوبة التي تنطبق على الشعائر الحسينية المقدسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقه لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم أرزقنا خدمتهم في الدنيا. اللهم بحقهم أرزقنا اتباعهم في الدنيا. اللهم بحقهم أرزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك يا أرحم الراحمين وأنت مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.
الله.